الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن نذكرهم إلا بالخير إلا بكل جميل. الصحابة دع الله رضاه بقول من أنني لا أجلت أخني رملت بقول الله تراتي رملت كان رملت بقول نورين الأرض بقول. من طعن في الصحابة فهو في الحقيقة قد طعن في الذي يسب الصحابة هو في الحقيقة قد سب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. الله سبحانه وتعالى رضى عنهم. واختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. حجره بوقات كريتين متقع ربه النبي صلى الله عليه وسلم. من يسب الصحابة فقد سب الدين الإسلامي. لأن هاي كان صحابة كان إسلام. لماذا؟ حيدوي. لأنهم هم نقلوا لنا الدين الإسلامي. إسلام. فإذا كنا نتكلم عن الصحابة معنى هذا أن الدين الذي نقل لنا نقل عن أناس نحن لا نرتضيهم لا نقبلهم. من يسب الصحابة فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرء على دين خليله يعني المرء كما يصاحب. نعم. ببرونيك دا تحرق ساسنا بيدو جينيك دا تنكني نخنون كتكا ساسنا جمعي.